أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأصحابه الطيبين الأطهار، أما بعد أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ارحب بكم جميعا في حلقه جديده من حلقات برامجنا التعليميه الازهريه التي نستعرض فيها شرحا وافيا لعلم الحديث. داعيا الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه. هيا بنا ابنائي وبناتي لنرى الحديث الثاني والعشرين الذي معنا في هذا اليوم. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني والعشرون حب الإنسان المال. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن ادم واديان من مال لبتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الانسان للمال فطره وغريزه وضعها الله عز وجل في نفس الانسان ولكن وللاسف بعض الناس تتحكم فيهم هذه الغريزه لدرجه انها هي التي تسوقهم وهي التي تجعلهم يتصرفون باعمال لا ترضي الله سبحانه وتعالى فالرسول يبين لنا انه لو كان لابن ادم واديان قد ملئا من الذهب لطلب ولتمنى ثالثا ولو كان له الثالث لتمنى الرابع ولو كان له الرابع لتمنى الخامس الى ما لا نهايه هذا دليل على الطمع والجسع هذا الطمع وهذا الجشع الذي يحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا يملا جوف ابن ادم اي بطنه الا التراب ولا يملا البطن بالتراب الا بعد الموت في القبر ويتوب الله بعد ذلك على من تاب اي ييسر بل ويشفي من هذا المرض مرض حب المال الذي يسيطر على الانسان يتوب الله على من تاب وعلى من اراد هيا بنا ابنائي وبناتي نستكمل شرحنا لهذا الحديث معاني المفردات واديان تثنيه واد وهو المكان الواسع بين جبلين يكون منفذا للسيل والجمع اوديه لبتغى ثالثا اي لطلب واديا ثالثا جوف ابن ادم الجوف البطن وهو هنا كناية عن الموت، والمعنى أنه لا يشبع من الدنيا حتى يموت، ويتوب الله على من تاب، أي أن الله سبحانه وتعالى يقبل رجوع العبد عن الذنب إذا أقلع عنه المباحث العربيه ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب كنايه عن الموت ويتوب الله على من تاب وقعت هذه الجمله موقع الاستدراك فكانه قال حب المال جبل عليه الانسان ولكن يمكن تهذيبه بتوفيق الله لمن يريد الشرح والبيان ابنائي وبناتي وفيه نتحدث عن النقاط الاتيه بيان محبه الانسان للمال حبا شديدا ذم الحرص عن الدنيا سر التعبير بقوله ويتوب الله على من تاب ما يرشد اليه الحديث اولا بيان محبه الانسان للمال حبا شديدا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان مجبول على حب المال حبا شديدا وانه لو رزق بواديين بين جبلين من مال لطلب وتمنى ان يكون له واد ثالث جاء في روايه اخرى لو ان ابن ادم اعطي واديا ملان من ذهب احب اليه ثانيا ولو اعطي ثانيا احب اليه ثالثا ولا يسد جوف ابن ادم الا التراب وليس المقصود ابنائي وبناتي من هذه التعبيرات الحقيقه بل هو كنايه عن الموت لاستلزامه الامتلاء من التراب فكانه قال لا يشبع الادمي من الدنيا حتى يموت ويملا جوفه من تراب قبره ثانيا ذم الحرص على الدنيا المقصود من هذا الحديث ذم الحرص على الدنيا والتنفير من الشره على الزياده ولذا آثر اكثر السلف الصالح التقليل من الدنيا والقناعه والرضا باليسير منها قال بعض العلماء يمكن ان يقال معناه ان بني ادم مجبولون على حب المال والسعي في طلبه وانه لا يشبع منه الا من عصمه الله تعالى ووفقه لازاله هذه الجبله المركوزه فيه عن نفسه وقليل ما هم فوضع ويتوب الله على من تاب موضعه اشعار بان هذه الجبله المركوزه فيه مذمومه جاريه مجرى الذنب وان ازالتها ممكنه ولكن بتوفيق الله تعالى وتسديده قال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون حب الدنيا ابنائي وبناتي امر مذموم مع ان حب المال جبله موجوده في طبيعه الانسان الكل يحب المال ولكن حب المال على درجات متفاوته الم تروا الى سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم اثروا الاخره على الدنيا لم يطمعوا في شيء منها بل ها هو قدوتهم صلى الله عليه وسلم الذي لو طلب من الله عز وجل مهما طلب لاعطاه الله في توه وحاله انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون فأمره بين كاف ونون كانت تمر الثلاثة أهلة الهلال ثم الهلال ثم الهلال يعني شهر بعد شهر بعد شهر ولا يرى أثر نار في بيت رسول الله لا يطبخون إذن فماذا يأكلون كانوا ياكلون الاسودان اما تمرا واما زيتا واما ماء التي اخبرت بذلك احدى زوجاته وهي السيده عائشه رضي الله تعالى عنه بل الامر يتعدى ذلك الى رسول الله الذي لم يكن يطمع من الدنيا في شيء يدخل عليه الصحابه فيرونه نائما على فرش خشن حصير اثر في جنبه صلى الله عليه وسلم فيتاذى الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يقولون يا رسول الله انت تنام هكذا وانت نبي الله والاكاسره قيصر ينامون على الحرير فيقول صلى الله عليه وسلم الا يكفيكم ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره ذلكم الهدي النبوي منه صلى الله عليه وسلم ربى فيه اصحابه تربيه ناجحه سيدنا عثمان بن عفان هذا التاجر يجهز في جيش العسره ثلث الجيش وفي مواقف اخرى يشتري بئر رومه يسخر المال الذي اعطاه الله عز وجل له سلطه على هلكته في الحق من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حب المال ليس هو المقصد وليس هو الغاية، لأن حب المال يجعل الإنسان يكثر في سؤاله كلما زاد المال عند الإنسان زاد السؤال عليه في الآخرة من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ من أين أتى بهذا المال؟ وفي أي مكان وضعه؟ هل أتاه من الحلال أم من الحرام؟ ووضعه في الحلال أم في الحرام؟ بل الأمر تعدى ذلك كله هؤلاء الصحابة الذين لم يكونوا يطمعوا في شيء من الدنيا إلا القليل والفتات الذي يسد رمقهم بل وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ألا تتذكرون أبناء الأعزاء عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ترك المهاجرون أموالهم وأمتعتهم وديارهم وأراضيهم وكل ما لهم وذهبوا صفر اليدين إلى أرض المدينة فاحتضنهم اخوانهم وشاطروهم اموالهم كل ذلك حبا وقربا من الله عز وجل لم يستحوذ المال على قلوبهم بل نفرت قلوبهم من خزن هذا المال لان المال كما قلت سوف نُسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الذي يحويه سوف يُسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى خاصة إذا منع الزكاة كما سنرى في شرحنا لهذا الحديث. هيا بنا أبنائي وبناتي نستكمل حديثنا. الهمني حب الخير، حب الجمال والحق خلينا قول للشيطان مهما الهمني حب الخير حب الجمال والحق خلينا اقول للشيطان مهما غواني لا علمني اثبت ولو زال الجبل وانشق الهمني النقطه الثالثه سر التعبير بقوله ويتوب الله على من تاب عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويتوب الله على من تاب ليبين انه يمكن الاستدراج والرجوع وان كان ذلك عسيرا صعبا على النفس لشده حبها للمال ولكنه يسير سهل على من يسره الله تعالى له فالله تعالى يقبل التوبه من الحرص المذموم وغيره من المذمومات وهو الذي يوفق للتوبه ويعين عليها سبحانه جل شانه القران الكريم ذكر وتحبون المال حبا جما ولكن كما ذكرت مهما زادت محبتنا للمال فلا ندع المال يتحكم فينا اتذكرون الرجل الذي ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادع الله ان يكثر مالي او ما في معناه فقال له صلى الله عليه وسلم يا هذا قليل من المال تؤدي شكره لله خير لك من كثير من المال يشغلك عن ذكر الله وعن شكره فقال له لا يا رسول الله وظل يلح في سؤاله صلى الله عليه وسلم حتى دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد ماله فبدأ اول ما بدأ يتخلف عن الجماعه مع رسول الله فلما سال عنه صلى الله عليه وسلم لما طال غيابه اخبروه بانه شغل بماله فقال صلى الله عليه وسلم اهلك نفسه وانزل الله عز وجل قوله ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا فكان جزاؤهم من الله عز وجل فاعقبهم نفاقا اصابهم النفاق لانهم قالوا ما لم يفعلوا قليل من المال تؤدي شكره لله خير من كثير قد يشغلك عن ذكر الله وعن شكره اللهم الا كان العبد واثقا من ان زياده المال عنده وكثير من عباد الله كذلك والخير في الامه موجود عندهم المال الكثير ويستخدمون هذا المال لنصره الله ولنصره دين الله ولاقامه المشروعات التي تعود على دولتنا وعلى ابناء امتنا بالخير هذا امر مشروع وهذا امر مباح اما هذا الذي اعطي من المال الكثير وبخل به وشحت نفسه كما قال ربنا ومن يوق شح نفسه اي من يقيه الله عز وجل هذا المرض هذا البخل هذا الشح فاولئك هم المفلحون هذا الذي شح وظن وبخل بالمال ولم يؤدي حق الله فيه ولم يؤدي حق الفقراء فيه وطمعت نفسه في هذا المال كله وقال انما اوتيته على علم عندي كما قال قارون فما كان جزاء قارون الا ان خسف الله عز وجل به وبداره الارض بعد ان اتاه الله عز وجل من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه وحذره القوم لا تفرح لا تمشي في الارض مرحا فما كان منه الا ان قال انما اوتيته على علم عندي فكان جزاؤه كما سمعت وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصور لنا فيه هذا المنظر الاليم لهذا الذي يخزن المال ولا يؤدي حق الله فيه واحب المال حبا جما ان الله ياتي له بهذا المال في القبر في صوره ثعبان اقرع له زبيبتان يطوقه على عنقه وياخذه بلهزمتيه يعني شطقيه ويقول له انا مالك انا كنزك ثم تلا بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يقول العلماء والمفسرون ان هذه الايه نزلت في شان مانع الزكاه الذين احبوا المال وبخلوا به بعد ذلك هيا بنا ابنائي وبناتي نستكمل شرحنا لهذا الحديث رابعا اذكر ما يرشد اليه الحديث ان الانسان مجبول على حب المال ان غريزه حب المال يمكن تهذيبها توفيق الله للعبد الطائع الذي يسعى لتهذيب نفسه الحث على القناعه وعدم الحرص على الدنيا اسوق لكم الان ابنائي وبناتي بعض الاسئله التقويميه نقيس بها مقدار فهمنا لشرح هذا الحديث ابدا بالسؤال الاول اقول فيه اذكر معاني الكلمات الاتيه واديان لبتغى جوف ابن ادم أحسنتم أبنائي وبناتي كأني أراكم تذكرون وتقولون واديان تثنية واد وهو المكان الواسع بين جبلين يكون منفذا للسيل وجمعه أودية لبتغى أي لطلب واديا ثالثا جوف ابن ادم الجوف البطن، وهو هنا كناية عن الموت، والمعنى أنه لا يشبع من الدنيا حتى يموت. لما عبّر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث بقوله: "ويتوب الله على من تاب". علكم تذكرون ابنائي وبناتي ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بقوله ويتوب الله على من تاب ليبين انه يمكن الاستدراك والرجوع وان كان ذلك عسيرا صعبا على النفس لشده حبها للمال ولكنه يسير سهل على من يسره الله تعالى له فالله تعالى يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات وهو الذي يوفق للتوبة ويعين عليها. ما سر التعبير في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن ادم؟ سر التعبير في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن ادم ليبين صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك تلويحا الى انه مخلوق من التراب ومن طبع التراب القبض واليبس فيمكن ازالته بان يمطر الله عليه السحاب فيثمر الصفات الزكيه والخصال المرضيه قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا اشرح الحديث بايجاز يمكن ابنائي وبناتي ان نتحدث في شرح الحديث ان الحديث يذم الحرص على الدنيا ويذم الحرص على المال لدرجه ان النفس تحبه حبا جما وحبا كثيرا، ويتحكم المال في الانسان ولا يدع له مجالا لعباده الله سبحانه وتعالى وشكر الله على نعمه، وجزاؤه عليه لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع ومن ضمنها ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، هكذا ابنائي وبناتي يمكنكم ان تشرحون الحديث بطريقتكم وتستفيضون فيه كما فهمتم من خلال شرحنا لهذا الحديث هيا بنا نستكمل الاسئله التقويميه اذكر اهم ما يرشد اليه الحديث نقول ان الانسان مجبول على حب المال ان غريزه حب المال يمكن تهذيبها توفيق الله للعبد الطائع الذي يسعى لتهذيب نفسه الحث على القناعه وعدم الحرص على الدنيا الدنيا ابنائي وبناتي مهما طالت فلا بد انها منقضيه والمال مهما كثر فلا شك انه فان او موروث فما اجمل ان نزم الدنيا ونقبل على الاخره ونطمع فيما عند الله لان ما عند الله خير وابقى واذا كان البعض نفوسهم مريضه بحب المال عرفنا من خلال شرح هذا الحديث ان ذلك المرض يمكن تهذيبه ولكن بالاستعانه بالله عز وجل على الشفاء من هذا المرض وعلى تسخير المال لمنفعه الامه كلها ولابناء الامه ولاخواننا لا سيما اخواننا الفقراء لا ننساهم من اموالنا والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم واكثر من موضع في القران الكريم يقرن الله عز وجل الزكاه مع الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه قال تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بذلك ابنائي وبناتي اصل بكم الى ختام هذه الحلقه والى ختام شرح هذا الحديث الذي تناولنا فيه عاقبه حب المال وادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا دائما واياكم لما فيه الخير انه ولي ذلك والقادر عليه الى ان نلتقي في لقاء قريب استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته